هذا رقم خطير، هذا رقم خطير بزاف. 1300 حالة طلاق في يعني شحال في الشهر، يعني عدد كبير هذا. إذا الدولة خاصة تلقى الحلول لهذا الشيء. وكاين بزاف العوامل، منها العوامل النفسية. دابا لو ستريس راه غالب على الشعب كامل، يعني الإنسان مابقاش عنده هذاك الصبر وهذاك، ولا كلشي باغيه سهل. علاش حنايا الآباء ديالنا والجدود ديالنا ما كانش هذا الشيء؟ لأنه كانوا كياخذوا الحياة بواحد المفهوم بسيط، وكانوا قانوعين، وكانوا كيصبروا، والحمد لله كبرونا بوالو. راه بزاف هاد الشيء، واخا منين هاد الطلاق، قول لنا هاد الناس المسؤولين جزاهم الله خيرا، شحال كاين ديال شحال ديال الجواج في الشهر كاع حنا؟ إوا هذا رقم راه عرفتي راه كيقولوه الفم. أنا بعدا والله إلا ماشي غندوخر أنا في هذا الرأي هذا، كل شيء غادي يدوخ. بقاو تمثلوا الحقوق اللي تعطات للمرأة، المرأة حقها هي المرأة، فيها الأم فيها الأخت فيها هذه، ولكن المرأة دابا ولا واحد السبب آخر، كتكون المرأة خدامة والراجل خدام، الله يعملها يسبقها للدار غير بواحد 5 دقائق، كتسبقها في ديك 5 دقائق كتدخل المرأة اش كتقول له؟ كيقول المرأة عفوا، كيقول لها واه انت جيتي ديري لنا شي برداتاي، كتقول له ايوا حنا كاع مشات خدامين، ديري ولا خليه، ايوا هذا باقي اتي، هذا راه ولا حنطل، وهذا هو السبب اللي وصلت بها لهاد الارقام خياليه. الشباب خصو ما يتزوج حتى يعرف راسو واش قادر ولا ما قادرش.